أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأربعاء التاسع من نيسان، لا تزال السماء ممطرة والجو رمادي ودرجة الحرارة حوالي 3 إلى 4 مئوية. البارحة جرى بيني وبين أحد الأقارب حوار أثار عندي مشاعر معينة، أردت أن أشارككم بها من باب تفريغ هذه الشحنة التي عشتها ليلا والتي أرقتني لساعات. القريب أو بالأحرى القريبة أرادت أن تناقشني في موضوع سياسي، وأنا قلت لها لقد مليت من هذه المواضيع وليس عندي القدرة الآن على الأخذ والعطاء والجدل، وقال هذا وقال هذا ورأي هذا ورأي هذا. فقالت لي: لا بأس عليك، هل لك أن تستمع إلى هذا الشيخ؟ قلت لها: والله أنا لم أعد أستمع إلى الشيوخ للأسف، لأنني لم يعد لي القدرة على الاستماع على أسلوبهم الذي لا أرى أنه الأسلوب الأفضل، إلا من رحم ربي طبعا، لا نشمل الجميع لكن الأغلب. فقالت لي: لا هذا غير، استمع له. قلت لها: سوف أضغط على نفسي وكرامة لك سوف أستمع إلى هذا الشيخ. دخلت على الإنترنت وقرأت تعليقات وضعت على مقطع له، فأصابتني بالاكتئاب. أحد يسب عليه والآخر يدافع عنه ويسب على الناس، أكثر من 800 تعليق على مقطع واحد كلها سب ولعن، يعني شيء مؤلم. على كل حال جبرت نفسي واستمعت لهذا الشيخ ثم أعجبني كلامه جدا، وأعجبتني وجهة نظره في موضوع كان يطرحه، جميل جدا كان ذلك الطرح. ولكن فجأة عاد لنفس الأسلوب الذي يقوم به بعض المشايخ للأسف، فتكلم على شخصية تعتبر عند ملايين الناس شخصية كبيرة ومقدسة، فكال له ما كال من السب، ثم دعا عليه دعاء شديدا أن يحرقه الله في قبره. قلنا: معليش نستمع إضافة، نتابع، لأن فكرته كانت جميلة في البداية، الفكرة التي كان يطرحها جميلة جدا، يعني أعجبتني جدا. وكان ينتقد فيها عالما آخر، يعني هذا الرجل عالم الذي يتكلم، عنده من العلم شيء كثير، بحر يعني من العلم ما شاء الله، والآخر الذي يتكلم عنه عنده علم أكثر منه، أيضا بحر من العلم، وكان ينتقده في مسألة. قلنا: معليش الانتقاد يا أخي العلماء تنتقد بعضها، لا غبار على ذلك. ثم بدأ فقال عنه أنه قرد، ثم قال عنه أنه كلب. عندما قال هذا بدأ هو يقع في الخطأ الذي كان يحذر منه، يعني هو في فكرته الجميلة التي أعجبتني كان يحذر من شيء معين جميل جدا، ولكنه وقع هو فيه أيضا في نهاية. فسمعت إلى عدة مقاطع أخرى له، فوجدت نفس الأسلوب العاطفي، يعني عندهم علم، وعنده علم في القرآن، وعنده علم في الحديث، يعني شيء جميل جدا، لكن الأسلوب يا أخي عندما يأتي إلى شخص معين عالم آخر مثلا، فهو يكيل له السباب ويكيل له القدح والسب والشتم وكيل التهم والتخوين،
أنا ليس اعتراضي على الفكرة، إنما اعتراضي على الأسلوب. هل سمعتم، معلش آسف على هذا الكلام، معلش كانوا بيقولوا هيك بيعملوا، آسف، هل سمعتم يوم من الأيام قس أو حاخام أو خوري أو شخص من أديان أخرى يتكلم على الإنترنت أو على المنبر فيصف فلان بأنه كلب أو قرد؟ هل سمعتم ذلك؟ إذا أحدكم سمع ذلك فليضع لي مقطع حتى أستمع له. لك يا أخي، إذا أنت العالم الناس أخذتك يعني قدوة على المنبر، بتقعد تكيل، يا ريت لمين؟ مو لعدوك، أنت عم تكيل لأخوك المسلم اللي أنت بالأساس عم تقول دم المسلم حرام وعرضه حرام، تقول له عنه أنه كلب؟ كيف الاحترام؟ يعني أنا أرى أن ذلك، يعني أنا أرى أنه تلبيس على العلماء، أنه يعني أن هذا شيء جيد، ويعني أنا أدافع عن الدين وأنا لذلك، لا يعني حول ولا قوة إلا بالله. يعني لم يزدني رؤية ذلك المقطع إلا حزنا وكمدا، وكنت أريد الابتعاد عن هؤلاء جميعهم. لك يا ناس، يا علماء، لك يا أهل الله، لك وحدوا قلوب الأمة. يا أخي، إذا عالم آخر له رأي غير آخر رأيك، يا أخي قول شو رأيك ورأيه، بس ما تسب عليه. هو يظن أنه يفعل الخير، أنت ما بتعرف شو قلبه، أنت تظن أنك تفعل الخير، والله سبحانه وتعالى يعلم، وأنتم، نحن لا نعلم، نحن نعمل ونحكم وفق الآليات الموجودة عندنا والأفكار. ليس عندك أي دليل أنه يتقاضى أموال من أجل أن يقول هذا الكلام، أو أنه خائن، أو أنه حقير وكلب. هذه الكلمات، يعني ارحموا هذه الأمة. الأمة بدأت تفقد الثقة في علمائها. اللي مو مصدق لا يصدق مواقفهم منذ سنوات، يعني إلا من رحم ربي. سانجين الحبيب كتب مبارح بالسويدي، كتب قال: بدأت أفقد الأمل في الإنسانية، فكتبت له: مؤقتا وللحظات فقط يا ساندي، لأن الإنسانية فيها خير، هناك الكثير من الحكماء في العالم، وهناك كثير من المخلصين، لكننا نعيش الآن في زمن فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ذكرني بالأخ الجزائري الكبير في السن، العجوز العينين الزرقاوتين، نعم الزرقاوتين، نعم، عندما قال لي: والله أحب لي أن أرعى الغنم في جبال الأطلس في الجزائر عن أن أكون وزيرا في السويد. وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، أن يصبح المرء في زمان أن يرعى الغنم في شغاف الجبال خير له من الدخول في هذه الفتن وفي هذه الدنيا الفانية التي أصبح الأخ يقتل أخاه والمسلم يقتل المسلم، وهذا يخون هذا وهذا يعتدي على هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أشهدك هذه يداي بريئتان من دم أي مسلم، وأشهدك أن لساني سأحاول كل جهدي وفق استطاعتي أن أجعله بريء من عرض أي مسلم، فساعدني يا الله على ذلك، والحمد لله رب العالمين. وسامحوني يا إخواتي، سلام عليكم.